أثارت فتاة قيل إنها حفيدة صدام حسين الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو لها على تطبيق تيك توك ظهرت فيه وهي تسير وتتناول المياه لتتباين التعليقات ما بين تعليقات أكدت أن هذه الفتاة هي بالفعل وهج ابنة رغد صدام حسين وأخرى نفت ذلك. وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليها ومن بينها جميلة ما توقعنا تكون هالقدر من الجمال، معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟ التعليقات لم تقف فقط عن تعبير عن دهشة أصحابها بظهور الفتاة وكيف أصبحت فتاة جميلة، ولكن بعض التعليقات تسببت في موجة من الغضب وتظاهرات إلكترونية ضد التحشر، وذلك بعد تعليق لأحد المتابعين أثار استياء الجمهور. ودون أحد المتابعين تغريدة كتب فيها: قسما بالله استحيت أن أنظر إليها بشهوة لأن جدها صدام حسين وإخوالها قصي وعدي، يا ريت نكون ربع رجالها وليش ما نكون إحنا رجالها. مختتما تغريدته باستخدام قلب ليتعرض بعد ذلك لسيل من الانتقادات التي عبرت عن غضب متابعيها وحولت الأمر إلى تظاهرة. وردا على تعليق المتابع الذي أثار استفزاز المتابعين كتبت مستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعي: يا ريت يا جماعة إذا بدنا بعد هيك نحارب التحشر نرتدي تيشيرت عليها صورة صدام حسين، واضح أن التحشر عندهم مرتبط بخوفهم من الأشخاص مش احترامهم لنفسهم. وبينما تعامل البعض على أن هذه الفتاة هي حفيدة صدام حسين، قال آخرون إنها لا تمت للرئيس العراقي السابق بصلة، فيما استنكر مغردون الحديث عن هذه الفتاة من الأساس معلقين: أشوف وأجد بالتيك توك ينزلون مقاطع لحفيدة صدام حسين ومدح فيها وش في ليكون حررت فلسطين ولا شيء، ليش هالترفيع؟ وأكد آخرون على أن هذه الفتاة ليست حفيدة حسين مغردين، الأزمة أنهم يتكلمون عنها ويتنحرون وهي ليست حفيدة صدام حسين من الأساس. فتاة عادية نشرت مقطع فيديو فجأة نامت واستيقظت وجدت نفسها حفيدة الرئيس العراقي.